تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا
نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم هو الربع الثاني من الحزب 46 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، إلى قوله تعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. ترتبط الآيات الأولى من هذا الربع بما سبقها في نهاية الربع الماضي، والحديث فيها جميعا يدور حول داود عليه السلام، غير أن القسم السابق منها كان تنويها بما أكرم الله به حملة الرسالة ومن بينهم داود عليه السلام من تأييد وتسخير ونفوذ روحي لا يقف عند حد، إذ يتجاوز دائرة الإنسان ويمتد إلى الجماد والحيوان. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة، كما كان تنويها بما أكرم الله به رسله وداود منهم وإليهم من نصر مؤزر وفتح مبين وسلطة رحيمة وحكيمة يستعملونها لخير الإنسانية جمعاء. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. ومغزى هذا الجزء ومعناه الذي يدل عليه السياق هو أن العزيز الوهاب الذي أكرم نبيه داود وأنعم عليه بالحكمة والسلطان بل بتسخير الإنسان والجماد والحيوان لن يكل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، ولن يتركه عرضة لأذى المشركين وسيطرتهم، بل إنه سينصره في النهاية عليهم وسيظهر دينه على أباطيلهم وسيجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ودولته أكبر دولة عرفها العالم. فلا ينبغي له إذن أن يبتئس أو ييأس وهو في غمرة الكفاح مع الشرك والمشركين، والعاقبة للمتقين. أما القسم الأخير من نفس الآيات في نفس الموضوع
وهو ما جاء في بداية هذا الربع الذي نفسره الآن، فهو تقرير ضمني، لأن الله تعالى عندما يكل إلى رسله سلطة الحكم بين الناس والخلافة عنه فيهم، لن يتركهم سدى ولن يتركهم حيارى يتخبطون في مشاكل الخلق ونزاعاتهم دون مدد إلهي، بل إنه سبحانه يمدهم برعايته وعنايته وتوفيقه وتجيهه باستمرار، ولا يقرهم في أي شأن من الشؤون على الخطأ إذ اجتهدوا وتعرضوا للخطأ عن غير قصد. وكما أمد الحق سبحانه وتعالى داود عليه السلام برعايته وتوجيهه عندما أولاه مقاليد الحكم، فسيمد رسوله محمدا عليه السلام بنفس المدد عندما يحين الوقت لذلك، وينصر رسوله ويظهر دينه ويقيم دولة الإسلام الكبرى الخالدة إلى يوم الدين. وعلى ضوء هذا المعنى نستطيع أن نفهم قوله تعالى مخاطبا لخاتم الأنبياء والمرسلين: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وظن داود أن ما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقوله تعالى في نفس السياق مذكرا بالخطاب الإلهي الذي وجهه إلى داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفهم القرآن على هذا النحو وشبهه من الإيحاء والتوجيه والإرشاد وتحليل آياته في إطار نفس الجو الذي نزلت فيه تلك الآيات هو ما يدعو إليه كتاب الله نفسه في هذا السياق: هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما قصة الخصمين الذين احتكما إلى داود عليه السلام بالتفاصيل التي يذكرها بعض المفسرين مما ليس منه في كتاب الله شيء، فقد قال عنها الحافظ ابن كثير في تفسيره: أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. انتهى كلام ابن كثير. فلنقرأ إذن ما حكاه كتاب الله بإيجاز وإجمال عن مضمون الدعوة، ولنسمع كيف عرض المدعي دعواه على داود عليه السلام، ولنسجل ما حكم به داود لصالح المدعي إذ سلم له المدعى عليه ولم يطعن في دعواه: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أي اجعلها في كفالتك، وعزني في الخطاب أي أغلظ علي في القول، قال أي داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي من الأقرباء والشركاء لا يبغي بعضهم على بعض أي يظلم بعضهم بعضا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه أي اختبرناه وامتحناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، قال ابن كثير في تفسيره: هذه وصية من الله عز وجل
لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق، بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، وأن لا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وذكر ابن العربي المعافري في معنى قوله تعالى خليفة أن معنى الخلافة لغة هو قيام الشيء مقام الشيء، وبين أن الله قد جعل الخلافة لخلقه على العموم، كما في قوله عليه السلام إن الله مستخلفكم فيها أي في الدنيا فناظر كيف تعملون، وجعلها على الخصوص كما في قوله تعالى هنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وذكر ابن العربي أن الخلفاء على أقسام، أولهم الإمام الأعظم، وآخرهم العبد في مال سيده، واستشهد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وها هنا لطيفة لا ينبغي إغفالها، ألا وهي أن لفظ الملك لا يناقض لفظ الخلافة، وأن من الممكن أن يجتمع معا في محل واحد كما هو الواقع هنا، إذ وقع إطلاقهما معا في كتاب الله على داود عليه السلام، فهو في آن واحد ملك بدليل قوله تعالى وشددنا ملكه، وهو في الوقت نفسه خليفة بدليل قوله تعالى إنا جعلناك خليفة. والعبرة في استعمالهما وتواردهما على محل واحد إنما هي بالتزام حدود الله والاهتداء بهدي الوحي المنزل من عند الله، وبناء على ذلك يكون الخليفة ملكا ويكون الملك خليفة. ثم تناولت الآيات بالذكر شيئا من حياة سليمان بن داود عليه السلام وسيرته، وما آتاه الله من نفوذ وتسخير، وما تعرض له إلى جانب ذلك من الامتحان وناله من الرضا والغفران. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وإن له لزلفى، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وفي نفس السياق ذكر كتاب الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وذكر كتاب الله في هذا المقام بصفة خاصة مواساة لنبيه حتى يصبر على أذى مشرك قريش، قصة أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر والرضا بالقضاء، ونوه بأيوب قائلا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وانتهى هذا الربع بالحديث عما أعده الله للمتقين من الجزاء الحسن والنعيم المقيم. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.